وفي ملف يجمع بين الأمن والاقتصاد والتكافل المجتمعي، تزايدت في السنوات الأخيرة ظاهرة التعاطي والاتجار بالمخدرات في أغلب مناطق العراق، ما دفع بسجن إصلاح الكبار في السليمانية لعقد دورة تثقيفية لتوضيح مخاطر الظاهرة على المجتمع. التفاصيل في سياق التقرير التالي. مع استمرار العمليات التي تنفذها القوات الأمنية في إقليم كردستان لملاحقة المتورطين في قضايا المخدرات، تزداد حالات التعاطي والاتجار بها، ما دفع أقسام السجون الإصلاحية بعقد الندوات والمؤتمرات التوعوية من مخاطر هذه الآفة التي تنتشر بصورة كبيرة في المجتمع العراقي. احنا بصفتنا كباحثين يوميا نتعامل ويا نزلاء، يوميا يجون على غرفتنا، احنا نزورهم لقاعاتهم ونساعدهم بحل مشاكلهم الشخصية عائلية وداخلية ذلك الإصلاحية. والمدير أنطوا صلاحية لنا كل أقسام، مو كباحثين، أقسام الكارجيري وأقسام القانونيين وما ذي خدمات، احنا نشتغل وياهم ونساعدهم ونزورهم وحتى الصلح نسوي لهم، يعني نزور القرى أو المحافظات كغير محافظات سليمانية حتى صلح بيناتهم، يعني مسألة قتل وسرقة أو أي شيء احنا نساعدهم، أي شيء نحل مشاكل لهم يومية وياه ومعه. ولمواجهة هذه الآفة يتطلب جهدا كبيرا من خلال إنشاء مراكز تخصصية لمعالجة المتعاطين وحملات توعوية يشارك فيها الجميع من طبقات المجتمع، كون قضايا المخدرات هي من أبرز القضايا التي باتت تمثل تهديدا كبيرا على المجتمع العراقي. طلب داخل متاسة نتوان راوة ياسيج ماريكي صالي 2020 بوبرنجار بنوي مادي هوجبرك وخوي جبجب كريا مع الأسف لم نستطع لغاية الآن تطبيق مواد قانون مكافحة المخدرات والقاضي بافتتاح مراكز للتوعية والتأهيل والعلاج والتعامل مع المتعاطين كمرضى، والآن يتم التعامل معهم في المحاكم، حالهم كحال المجرمين الآخرين. نحن اليوم يعني حضرنا يعني البانيل يتعلق بحملة مكافحة تعاطي المخدرات في إقليم كردستان، يعني كل المشاركين وكل الأطراف المتعلقين بالموضوع هم يعني يدعمون هذا الشيء، يعني هاي الحملة. فنحن كمكتب حقوق الإنسان في سليمانية تابع للهيئة المستقلة لحقوق الإنسان في إقليم كردستان نعتبر متعاطي المخدرات يعني شخص مريض ولازم يتعالج ولازم نعاونه حتى يعني يمشي هاي الحالة حتى يعبر من هاي المشكلة. فهو يعني قبل كل شيء مريض وليس متهم، ويعني السجن الإصلاحية يعني هم يعني أشخاص موجودين، يعني هم متعاطي المخدرات وتجار المخدرات، فهم أيضا يعني هاي الحملة يدخل ضمن مثلا يعني تشجيع المؤسسات المتعلقة بمعالجة هكذا حالات. ف يعني هاي الحملة يعني أيضا يعني أكو خطوات يعني متتابعة كتأسيس مستوصف خاص لهم يعني بسليمانية، وإن شاء الله المنظمات الفاعلة يعني الموجودة مثلا كمنظمة بوشان ومثلا المدينة العامة للإصلاحات بالإقليم ويعني الإخوان بالأسايش ونحن في حقوق الإنسان وكل الأطراف كل المؤسسات الموجودة يعني إن شاء الله نشارك في هكذا حملة. وتعد المخدرات من أبرز التحديات التي تواجه المجتمع العراقي، لا سيما أن تجارتها قد اتسعت في الفترة الأخيرة بشكل خطير، وقد تحول العراق إلى ممر لتلك المواد باتجاه عدد من الدول العربية. عباس محمد، قناة صلاح الدين الفضائية.